الرحيم. انا دكتور محمد عبد الرؤوف، انا استاذ الامراض الباطنيه والسكر بطب المنوفيه. انا بكلم زمايلي النهارده على التايب 2 دايابيتس ميليتس. احب اتكلم على ثلاث كلمات مهمين جدا هقولهم في البدايه وهشرح كل كلمه: ايرلي وجود ومالتي فاكتوريال ابروتش. يعني ايه معنى الكلمات ديت؟ حضرتك في ويندو اوف اوبورتيونيتي، في جولدن بيريود، دي اللي بتحصل ايرلي بعد الدايجنوزس اوف تايب 2 دايابيتس. يو هاف تو دو يور ورك ان ذيس بيريود از ايرلي از بوسبل. سو ذا وورد ايرلي جود، اي مين جود جلايسيميك كنترول. يو هاف تو ريتش تو ذا جلايسيميك بروفايل اور يور دايابيتيك بيشنت از ريكومندد باي ذا جايد لاينز، وده انديفيدوالايزد. وحضرتك ما تنساش حاجه اسمها الميتابوليك ميموري والليجاسي افكت بتاع الجود جلايسيميك كنترول. سو ذا وورد جود. مالتي فاكتوريال ابروتش الجلوبال اسسمنت اور يور دايابيتيك بيشنت، يو هاف تو تاكل اتش كارديوفاسكولار ريسك فاكتورز لايك هايبرتنشن، اوبيزيتي، ديسليبيديميا، فيزيكال اكتيفيتي اند سموكينج. سو ذا وورد مالتي فاكتوريال ابروتش راذر ذان جلوكوسنتريك ابروتش. اف يو كان ابلاي ذيس ثري ووردز early good multifactorial approach you can reach successful and effective management for your type 2 diabetic patient. And I mean by effective and successful to protect your patient from the long term micro even macrovascular complication. Thanks.